مش عارف، وانا جاي كنت من المعادي واخد الدائري رايح اكتوبر، لقيت كده في يافطه موجوده فوق مكتوب عليها سيكو، موبايل كده ومكتوب عليها سيكو. انا كنت سمعت قبل كده الاسم ده، ان ده المفروض هيكون اول موبايل مصري ولا باين مكونات مصريه و100% والكلام ده كله، بغض النظر يعني ان هو هتلاقي 90% منه صيني واحنا مستوردينه، مش دي القصه. سواء الاسم اصلا ذات نفسه مستفز، يعني تخيل انت كان انت معاك موبايل، الموبايل معاك ايه مثلا؟ معايا اوبو، معايا سامسونج، معايا مش عارف ايه، معاك ايه؟ معايا سيكو. تحس ان اللي يقولها هيقولها هو بيغرز، معاك ايه؟ معايا سيكو. فما حسيتش ان يعني ممكن اللي جاب الاسم ده اللي هو اللي عارف العيال اللي هي ليه، بص يا زميلي انا هخليك تجيب لك انا اسم موبايل بحيث ما تقولش عليا اسم جامد، اسمه سيكو. طب افرض انت دلوقتي هتجيب موبايلين، اكيد مش هتقول له يعني عايز اتنين سيكو، لا تقول له ممكن ايه سيكو سيكو. انت ماشي مثلا كده في كمين بالليل، طلع عياد اللي معاك، معاك ايه؟ معيش حاجه يا باشا، انا بس معايا السيكو. فتحس ان الموضوع مريب، يعني الموضوع مش طبيعي. موضوع السيكو ده مش طبيعي، بغض النظر حتى كمان عن الاسم. يعني يا عم احنا اللي مش فاهمين، والاسامي الدنيا بتاعت ربنا كلها خلصت، ما بقاش غير السيكو ده. وانا عديت اليافطه، وفي يافطه ثانيه بعديها، لقيت حاجه جميله قوي. لقيت الاستاذ عمرو اديب ماسك كده موبايل، وابتسامه جميله كده على وشه، وتقريبا ان اكتشفت ان هو ده الـ يعني الماركتنج اختاره ان هو ده يكون فتى السيكو. هو دايما كده قاعد يقول لك ايه، ان انت ما بتيجي تعمل ادفرتايزنج لحاجه فده ده ده, ده ده انت الشخصيه دي. فهو الفنان الاستاذ عمرو اديب بكازمته بوسامته ما علينا، هم اختاروا ان هو يكون فتى السيكو الاول. فاكتشفت ان هو ليه ابتسامه ظريفه، يعني هو الاعلام كده والله العظيم، يعني هو حتى الراجل اللي جايب كاميرا وبيصوره عامل كده. طب انت عايز توصلنا لايه؟ يعني عايز توصلنا ان هو ده انت بتمسك السيكو هتبقى سمج، عارف انت اللي هو ايه؟ تمسك السيكو كده تبقى عامل كده. ابتسم عادي يا عم، يعني بغض النظر اللي اختارك غلط، وبغض النظر على الاسم غلط، وبغض النظر عن الموبايل اصلا مش مكوناتنا، وبغض النظر ان تقريبا ده مش موبايلنا، وان الليله كلها ماشيه غلط، بس يعني على الاقل بين ان انت فرحان، حاسس ان انت مغصوب عليه. هو حد صحاك من النوم انت هتعمل اعلان عن السيكو، يقول لك ايه على ابو السيكو بتاعك؟ فهو يعني سوريا، بس هو هتحس ان هو فعلا متضايق من كده، وبيقول لك هنغير الواقع. يعني ده السلوجن باين او الاسم بتاع السيكو، اللي احنا هنغير الواقع، بغض النظر ان هو اسم كبير قوي يعني. بس انا عجبتني بصراحه ان انت ما تيجي تعمل حاجه، اما تيجي تجرب تجود وتعمل كل حاجه غلط، وتيجي ترزع بقى، تعالى كده نغير بقى، عايز اسم نديك السيكو. طب احنا عايزين نعمل لوجو، ممكن اجيب فنان، والله ممكن اجيب فنانه، ممكن اجيب مش عارف ايه شكل كده، ايمج شكل، لا انا اجيب عمرو اديب. عمرو اديب طب ويبقى عامل ازاي؟ عامل كده بس يعني. ف حسيت الموضوع مستفز. يلا النبي يا جدعان، حد لو اشترى السيكو ده ولا لا، والنبي يشوف ده عباره عن ايه، يعني امكانيات ايه، ولا السيكو ده ايه بالظبط. اوكي سلام.